مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. النهارده اغرب قائمه ممكن تشوفها للمنتخب المصري لكره القدم، وانا بقى يعني بصراحه مستغرب من اكتر من حاجه، منهم حاجات واضحه وضوح الشمس، يعني انا ما اعرفش برضو الراجل بيفكر ازاي، ومنهم حاجات غريبه جدا، يعني انت لغايه النهارده عمال تجرب ماشي، مفيش مشكله يعني، يا تجرب واحد من اللعيبه اللي هم فوق السن، يعني احنا بنقول 2026 كاس عالم، معناها ايه؟ انك عندك قوام اساسي من 15 لعيب مثلا يعني، او 16 لعيب او 17 لعيب او يا سيدي 18 لعيب، وبتعمل قوام بديل اللي بتقعد تبني فيه لغايه 2026 اللي هو من المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين. حتى الان ما شفناش فيتوريا عنده بلان واضح، واحنا حذرنا الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه، قالوا لنا اصله كان المنتخب الاولمبي معسكر في نفس توقيت المنتخب الاول، ماشي طب والشباب؟ قلنا ماشي، هل ده برضه دلوقتي؟ ماشي، كل حاجه ماشي، اوكي. لكن انا مش حاسس في الاختيارات ان الراجل ده مركز انه بيشتغل 2026. انا ليه مش عارف، انا ليه حاسس ان هو حد بيقول له احنا عندنا بطوله في يناير الجاي، مش عارف. حتى في حاجات واضحه وضوح الشمس، يعني انا مش عايز اتكلم على اسماء بعينها، بس انا لازم اندهش لما الاقي ضامن عبد الله جمعه مثلا الباك ليفت، بستغرب جدا لانه مش اساسي في الزمالك، ده لسه لعب 10 دقائق من كتير قوي، الماتش بتاع امبارح ولا اول امبارح، كان امبارح ماتش الزمالك بتاع انبي امبارح، الاقي مثلا واحد زي كريم فؤاد هو كان ضمه في المعسكر الاولاني لما كان ما بيلعبش في الاهلي، تخيلوا، وبعدين لما يتالق جدا ويكسر الدنيا جدا ويصبح واحد من اهم العناصر المؤثره في فريق مهم زي النادي الاهلي، تبص تلاقيه مش موجود في المنتخب. فانا مستغرب، يعني محمود علاء بعيد جدا عن المنتخب، تبص تلاقي في لعيبه تانية، مش عايز ادي امثله برضه عشان ما نحسبهاش اهلي وزمالك، يعني تبص تلاقي الناس تحسبها اهلي وزمالك، في اسماء كده انا مستغربها جدا ومش عارف هل الراجل ده شغال ببلان واضح، يعني هل كريم فؤاد ده، دول كام واحد يا جماعه الشباب المنتخب، كام واحد القايمه دي؟ 24 ولا 25؟ قول 25، معرفش، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24، وهيضم كام من بيراميدز؟ انا هجيب الورقه اهي عشان اعرف هو هيضم من بيراميدز اربعه، قالوا لي علي جبر ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي، هو متفق مع الناس دي مفترض لما يخلصوا المهمه الافريقيه، وثلاثه من فيوتشر محمود مرعي وعمر كمال واحمد عاطف، وفي سبع محترفين على الاقل، صلاح مصطفى محمد احمد حجازي مرموش تريزيجيه كوكا طارق حامد، الناس دي كلها، يعني انت بتتكلم كده في 38 لعيب، تخيلوا مش منهم كريم فؤاد، يعني كريم فؤاد اذا اديته ترتيب متقدم جدا من وجهه نظر فيتوريا هو رقم 39، اذا اعتبره الاول من اللاعبين الذين لم ينضموا، اذا اعتبرته اولهم يبقى رقم 39 من وجهه نظر فيتوريا، فانا مش عارف وجهه نظره ايه بصراحه، يعني انا راجل كان ليه تصريحات قبل كده مثيره للجدل واتكلمنا فيه، قال لك انا مش بوعد باي بطوله، قلنا نعم احنا هنهزر، فضل سايبنا نجعر 10 ايام وبعد كده اجبر او تراجع او حاجه ما اعرفش، طلع في مؤتمر قال لا 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 خلاص انا راجل بوعد بكاس العالم، له تصريحات غريبه جدا. التجمع اللي فات ضم لعيبه مش موجوده، التجمع ده يعني بص التجمع اللي فات ضم اسلام عيسى، ضم محمود حماده، ضم مروان عطيه، ضم عبد الرحمن مجدي واحمد محمود حماده موجود اعتقد، ومروان عطيه موجود، موجود برضو مروان عطيه اعتقد، ولا مش موجود؟ موجود، لكن ناصر منسي مش موجود، احمد شريف مش موجود، احمد عادل ميسي مش موجود، احمد مدبولي مش موجود، عبد الرحمن مجدي مش موجود، كل دي اللعيبه مش موجوده، وراجل بيختار ويمشي يختار ويمشي، انا مش فاهم، انا عايز ارتاح، يعني انا عايز اشعر ان منتخب مصر في ايد امينه حقيقه فنيا عشان نرتاح، ومش عايزين نقعد نقول بجد مع كل موقف يظهر قدامنا، احنا انا واحد من الناس بعتذر لكيروش، والله العظيم بعتذر له بجد، الراجل كان مع، كنا حاسين كل خطوه بيعملها راحه فين وجايه منين، كنا لنا تحفظ على الاداء في الملعب، لنا تحفظ على الاداء الدفاعي، لنا تحفظ ماشي، لكن الراجل كان فيه قوام واضح وكان فيه شغل واضح وكان فيه اداء واضح وكان كل تفصيله صغيره مركز فيها وكل حاجه شغاله، وصلنا فاينل افريقيا، يعني
بس احنا كده فقريين، احنا كده بصراحة يعني.